مساء الخير، كانوا جايين نضيف جدد. والله صالح، انا اول مره اشوفك يا صالح. شو تقول يا صالح، مظبوط ولا لا؟ رنا رحمن، لا كسب. انا شفت حمدو كبش. والله يمكن اول مره اشوفك. زملاء، بالنسبة للأسماء كانوا في عنده هي الأسماء المشكلة فيها خربطة. كل عام سجل عندي. طيب، على بركة الله. زملاء، نحن بداية الأمر راح نتكلم عن موضوع راح نتكلم عن موضوع تكلمنا سابقا عن حياك وبياك. ساري معروف. راح نتكلم عن موضوع بسم الله الرحمن الرحيم، عن كيفية كتابة حلقة البحث. كتابة حلقة البحث أنا حكيت تون من شوية لمادة بسم الله الرحمن الرحيم، مادة المفاهيم في التعلم والتعليم. حاليا راح نستكملها معاكم كيفية كتابة حلقة البحث، ولازم نبدأ بكتابة حلقة البحث من غدا إن شاء الله تعالى. حلقة البحث بدنا نكتبها بهذا الشكل. أولا، حلقة البحث تكتب بطريقة مثل ما قلت لكم، صفحة الغلاف في الزاوية العلوية من الطرف اليميني يكتب مثلا جامعة الزيتون، القسم، المادة. على الزاوية اليسارية من الأعلى شعار الجامعة. في منتصف الصفحة إلى الأعلى قليلا عنوان البحث. تحت عنوان البحث بتعطي مسطرة أو مسطرتين، بعدين تكتب لنا إعداد الباحث. إعداد الباحث منه؟ إعداد الباحث فلان الفلان. بعدها إشراف الباحث. في نهاية الصفحة في الوسط، في نهاية الصفحة في الوسط نكتب التاريخ، يعني 2022، 2023، 2024. 2023، 2024. إيه، الباحث الطالب بالضبط. هاي نقطة. هو الطالب أكيد. يا وليد. ثناء، هاي أول محاضرة لك يا ثناء. ثناء أول مرة أسمع باسمك. ثناء، الله العليم، أول محاضرة لك. أنا أول محاضرة لك. رقية، أعرفك أول طالب. السلام عليكم، كيفك دكتور؟ يلا حي، هلا بيك. دكتور، في كتير أسماء اليوم نزلوا جديد على المجموعات، يعني أنت أولهم صح؟ اليوم أول تماما اليوم أول محاضرة لنا. يا أهلا وسهلا بيك عبد الوهاب. أبشر. هلا فيك أستاذنا. هلا بيك، أبشر. ما في عندك مشكلة. غنوة، شهاب، طلبة جديدة، تبشروا. أهلا وسهلا بالجديد وبالقديم. إيه، نكمل. السلام عليكم دكتور، وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية الله يبارك فيك. هلا. أستاذ. بس ممكن تعادلنا خطوات حلقة البحث؟ أبشر بعيونك. الله يكرمك. نحكي زملاء، بداية الأمر صفحة الغلاف. صفحة الغلاف قلنا لكم من الزاوية العلوية من الجانب اليميني يكتب جامعة الزيتون، تحتها القسم، تحتها اسم المادة. على الزاوية اليسارية من الأعلى شعار الجامعة.
لا في كثير لانه انا راح اكتب لك اياها، يعني تبشر بس اسمعيها مني واكتب لك اياها على الجروب، ما عندك مشكلة، تكرم عينك. الله يبارك فيك. في المنتصف الصفحة إلى الأعلى قليلا عنوان البحث، تحت عنوان البحث تأخذ بمساحة مسطرة أو مسطرتين نزول إعداد الباحث أو الباحثة فلانة الفلانة، بعدها إشراف الدكتور الأستاذ إلى آخره فلان الفلان، بعدها في أسفل الصفحة في المنتصف 2020 23 2024. شو هي كوثار نفس السطر؟ فنحن هاي خلصنا من الصفحة الأولى، الاسم واسم المشرف بنفس، لا الاسم كله ما راح يكون بنفس السطر، راح يكونوا فوق بعض، أول شيء إعداد الباحث بعدين إعداد المشرف. كيف ما في صوت؟ في صوت ولا ما في شباب؟ التاريخ في آخر دكتور صفحة، بعد العافية. الله يعافيك. التاريخ 2023 2024 في أسفل استاذ الصفحة في استاذ الوسط. الصوت ضعيف شوي. طيب أنا راح أكتبها لكم أول صفحة أنا راح أكتبها على ورقة بيضاء وأصورها وأبعثها أنزلها على جروب، ما عندكم مشكلة. هاي أول صفحة، صفحة الغلاف. مرحبا دكتور. أهلين فيك. دكتور، في حلقات بحث جاهزة، الفورم بيكون جاهز، يعني من إدارة الجامعة هي بتعطينا، مثلا تبعث لنا الفورم ونحن بنكتب فقط موضوع البحث. أنت عم تسألني ولا موجودة؟ لا لا، يعني هو بيكون أفضل، لأنه ما نتعذب بين طباعة وهيك أمور. ما في شيء اسمه علي، مو علي، أيوة علي ما نعم في نعم شيء، على اليوتيوب. ما في شيء طباعة، ما في شيء اسمه طباعة. تمام دكتور، لأنه سابقا وقت كنا نكتب حلقات بحث، فورا نشتري حلقات البحث جاهزة، الفورم جاهز، تمام، بس نحن نكتب موضوع البحث بالنسبة لشعار جامعة الزيتونة وهالأمور. هلا شوف، بالنسبة للموضوع هذا أول أنت تتكلم وين، وكما بعرف إذا بتطرحوا على إدارة الجامعة. أنت إمتى تتكلم أولي؟ تقصد وين المكان اللي أنت كنت؟ أولي هاي من عام 2005 2006 2005 2006. جامعة دمشق. أفهم عليك، بهذاك الوقت موجودة، ولكن أنت اليوم في شغلة علي، أنا حلو، حاب أكمل بالموضوع. ما في طباعة زملاء، يعني الطباعة في ناس تقول طباعة بدنا نطبع، ما في شيء اسمه طباعة، أنا ما بدي أشوف تكاليف، ما بدي أبدا. تمام دكتور، ما في طباعة، تمام، بس العناوين الرئيسية الحالية اللي عم تعطينا إياها، تمام، يا حلقة البحث بتكون جاهزة، أما الطالب فقط عليه يختار الموضوع، يكتب الموضوع. بالضبط. احس شلون بهاي آمنة تقول شلون بدنا الشعار؟ الشعار موجود، شعار جامعة الزيتون، فوتي على الانترنت حطي جامعة الزيتون شعار، نزل الصورة، تنزيل الصورة أو نسخها والصقيها على الورد وخلصي. هذا بالنسبة للشعار. واليوم أنت ما عندك كمبيوتر كرمال الصفحة الأولى بس احنا نتكلم. بالنسبة للصفحة الأولى مثلا، اليوم أنا ما عندي كمبيوتر مثلا أو لابتوب، أطلب من زميلتي بس صفحة الغلاف، يعني صفحة الغلاف شو راح تغير بيها زميلتك اللي عندها كمبيوتر؟ شو راح تغير بيها؟ بس راح تشيل اسمها وتحط اسمك، وراح تشيل العنوان وتحط العنوان، بس نسخ لصق وتبعث لك صفحة العنوان وبس، والبقية باقي ما تبقى. أنا شوف، مو شرط الكل يكتب لي على الكمبيوتر، الكل لا يكتب على الكمبيوتر، اللي ما عنده كمبيوتر أو ما عنده حاسوب لابتوب لا يتكلف، يكتب ليها بخط إيده
ويصورها صور عادية، بالإضافة إنه يدمجها بملف PDF ويبعث لي إياه. ما يهمني الشكل بقدر ما يهمني المحتوى، ولا يهمني ما يهمني الشكل بقدر ما يهمني المحتوى. فالكل مالك مجبور تكتب لي كمبيوتر وورد والزخرفة وكذا، يهمني المحتوى أكثر من الشكل. هاي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لصفحة الغلاف، أرجع وأقول زميلي زميلتي عنده كمبيوتر، صفحة الغلاف هو مو مظبطها لحاله، علي مظبطها لحاله ونفس المادة. علي بالله بس شيل لي العنوان نسخ لصق، شيل لي العنوان، شال العنوان حط عنواني، شال اسمه حط اسمي، وعملها هالصفحة هاي PDF ورسلها إلي أو رسلها إلي. أنت مو كاتبة كل الحلقة، أو أنت كاتب كل الحلقة خط إيدك، صورها صور واعملهم PDF وادمجهم مع بعض، دمج ملفات PDF وارسلها لي كلها عن طريق الموبايل. ما عندي أي مشكلة، اللي يريد يكتبها وورد، يريد يكتبها على خط إيده، هذا الموضوع بالنسبة إلي أنا ما عندي مشكلة. أنا بالنسبة إلي تتيسر الأمور بأقل التكاليف الممكنة. أنا أتكلم عن التكاليف المادية وليس الجهد. الجهد بدك تشتغل، بدك تبحث، بدك تدور، كل هاي الأمور بدك تشتغل على حالك، لحالك، إلك إلك إلي أنا لم أنا ما بدي شيء. اشتغل لحالك، ثقف حالك، تعلم، ادرس، خذ حصيلة لغوية، خذ معلومات، خلي على طول مثل ما يقول على قولة الأشواق معصوع عينك جئرة، يعني هيك فتح، وقت تقعد بمجلس علمي خليك على طول رفع راسك. فأنا أتكلم عن هذا الموضوع. إيه تبشري، ها عم نعطيهم إذن، أعطيناهم يا سيام تكرمتهم. ها فنحن نريد تخفيف المادي بس. أنا بالنسبة إلي التخفيف المادي، لا واحد يتكلف بمال كرمال حلقة البحث وأنا أعرف وضعكم في الداخل. هاي نقطة. نتجاوز بعد صفحة الغلاف، وإياكم بعد صفحة الغلاف. هلا نحكي عن شو حلقة البحث، ما عندك مشكلة. بعد صفحة الغلاف الفهرس، اللي عنده ورقة وقلم يدون كرمال ما يقع بأخطاء. بعد صفحة الغلاف الفهرس، الفهرس أول شغلة مقدمة، نتكلم عن المقدمة. تمام ندى. المقدمة يكون تتراوح ما بين الصفحة إلى صفحة ونص، ويجب أن تكون المقدمة موثقة توثيق الهوامش. توثيق الهوامش كيف راح يكون يا شباب ويا صبايا؟ توثيق الهوامش راح يكون على الشكل التالي. الآنسة ندى إبراهيم تكلمت عن موضوع ما 3 أسطر. أنا أخذت من كتاب للآنسة ندى من 3 أسطر. في نهاية السطر الثالث أضف قوسا صغيرا مرتفع قليلا. انتبه، قوسا صغيرا مرتفع قليلا. أضع رقم 1. أنا أخذت بالمقدمة، لا أتكلم، أخذت من مصدر ندى. إيه المراجع يا آلاء. بعدين كملت، أخذت نفس الموضوع من آلاء 2 سطر، أيضا أخذت 2 سطر. في نهاية السطر الثاني أخذ قوسا صغيرا مرتفع قليلا، أحط آلاء، عفوا أحط رقم 2.
بعدين في نهاية الصفحة ودون رقم واحد، شو اسم اللي أخذت منها؟ أخذت مثلا من آلاء، أضع كنية آلاء، مثلا آلاء شو اسمها؟ ولا يهمك فاطمة، مثلا آلاء العلي، مثلا أخذ كنية المؤلف، كنية المؤلف فاصلة اسم المؤلف قوس التاريخ، بعد القوس مباشرة النقطة، بعدين عنوان الكتاب فاصلة الدولة، بعد الدولة نقطتين دار النشر، الصفحة والطبعة، الصفحة اللي أخذت منها والطبعة، التاريخ بعد الكنية مباشرة، بعد الكنية واسم المؤلف. هلا في كتاب عندكم، هلا ببعث لكم اياه، في كتاب هلا انا بالنسبه لي كيف موثق توثيق الهوامش، اللي هلا ببعث لكم الكتاب، موجود عندي بالضبط، نور الهدى، بالضبط بالضبط. أستاذ، ممكن سؤال؟ إيه اسال 10، سؤال واحد لا ما يصير، أستاذ، تفضل. ليش ما تبعث لنا مثلا نمط عن اللي بدنا نشتغله؟ طيب عندك كتاب، عندك كتاب من فترة نزل أستاذ محمد، التخطيط والتقويم في التعليم، هذا تأليفي، نعم، ادخل عليه، ادخل على المتن وشوف التوثيق كيف يكون. تمام، شكرا. وإياكم، هذا بالنسبة للتوثيق. المقدمة، أشو هي الطبعة؟ والله يا قمر، الطبعة مكتوب مثلا طبعة أولى طبعة ثانية، بعد صفحة الغلاف مكتوب بالكتاب أي طبعة، مكتوب لك بالعربي الطبعة الأولى الطبعة الثانية إلى آخره. التخطيط الكتاب، هلا أنا أبعثه على المجموعة، ما عندك مشكلة، هلا أبعثه على المجموعة وشوفوا المحتوى كيف موثق. اثنين، لازم يكون في توثيق. نرجع بعد المقدمة، ابشري يا هيام، بعد المقدمة في عندنا مشكلة البحث، ابشري يا إيمان، في عندنا مشكلة البحث، مشكلة البحث يا زملاء، مشكلة البحث، انتوا ليش اختاريت هذا الموضوع؟ شو المشكلة؟ فبدك تبرر لي باختيارك للمشكلة هاي، انه مثلا على سبيل المثال توجد فروق فردية، او مثلا نحن نواجه الغزو الثقافي، واصبح الغزو الثقافي يتدخل في كل بيت، واصبحت انحلال في الاسر وتفكك اسري وكذا وكذا، هاي هي المشكلة، فانت اختاريت التنشئة الاجتماعية. فمشكلة البحث ايضا، فمشكلة البحث أيضا تكتب لي 4 5 أسطر، ولازم يكونوا موثقات، بعد ال4 5 أسطر بدك أنت تكتب لي وجهة نظرك شو هي، وجهة نظر الباحث، أنت شو وجهة نظرك، شو المشكلة بالموضوع. هاي بالنسبة لمشكلة البحث. وبالنسبة للآن سأل دكتور العناوين نحن بنختارها، ولا أنت بتعطي كل طالب عنوان؟ لا، الطالب هو يبحث وبيعطيني العنوان، ينزل لي على المجموعة مثلا آلاء العبد الله، دكتور أنا اختاريت العنوان هذا، شو يا أما أعدل عليه، يا أما يكون لا يحتاج إلى تعديل وأقول لك باشر توكل على الله، يا أما نلغيه وندور على غير موضوع، ويكون النقاش أكيد بدك توثقي يا آمنة مشكلة البحث، بدك توثقي كلام، لأنه في كتاب في بعض الكلمات إن وثقتيها أفضل، ما قدرت توثقينا حطيت المشكلة من تأليفك كمان، ما عندي مشكلة كمان، ما أثقل عليك كمان. عن شو بده يكون البحث؟ ألا نحكي فيها يا سحر،
هاي نقطة. النقطة الثالثة وين كنا؟ ايه مشكلة البحث، مشكلة البحث فيك توثقها وثقتها، ما فيك توثقها ما عندك مشكلة. ما الشباب عم يسمعوني؟ نتابع، نيجي على أهمية البحث. أنا بدي أسأل دكتور، لو سمحت المايك ما يفتح، أنا بدي أسأل. اسألي، ما في، أنا المايك ما لي شغل فيه، أنت ما عم يفتح عندك. اسألي سحر، ما في مشكلة. لو تبعث لنا كتاب جديد دكتور نبحث عن هلا. إيمان، هلا الكتاب اللي راح أبعث لك إياه يفيدك شو اسمه، طريقة التوثيق فقط، لأنه عنوان البحث هو التخطيط والتقويم في التعليم، لا ما يفيدك كعنوان، ولكن يفيدك كيف أنا موثق بس. عليه. حلو. نرجع على، كانت مين اللي بدها تسأل؟ مين اللي بدها تسأل؟ سحر؟ سحر إذا ما المايك ما يفتح معك، ابعث كتابة خليني أشوف. لا المايك ما لي شغل، أنا ينفتح من عندك. ابعث لك دكتور عنوان البحث كافي اللي بدنا نكتب، ولا مخطط البحث حتى لا، بداية الأمر العنوان. بداية الأمر العنوان. وافقنا عليه، تبلش شغل أنت. الفهرس يا سحر، الفهرس تكتبي في منتصف الصفحة في الأعلى، منتصف الصفحة في الأعلى، فهرسة البحث. بعدين تأخذي على اليمين، في أقصى اليمين تحطي شخطة بسيطة صغيرة، مقدمة. بعدين تنزلي تحتها مشكلة البحث، بعدين تنزلي تحتها مباشرة تحت بعض مشكلة البحث، بعدين أهمية البحث، أهداف البحث، دراسات سابقة، إطار نظري، مقترحات وتوصيات، قائمة المراجع. لا يزيد عن 20 صفحة، لا يزيد عن 20 صفحة. النقطة الثالثة، كان في شخص كاتب لي هنا، أكيد هلا أنا راح أمشي خطوة خطوة معاكم، بس عم أحاول أجاوب على، لا تستعجلوا أنتم على الأسئلة. أول شيء اسمعوني للأخير شباب صبايا، شباب صبايا خليني أخلص آني للأخير، وبعدين أنتم اسألوا جاوبكم واحد واحد بإذن الله. بعد ما انتقلنا على مشكلة البحث، أيضا مشكلة البحث حبيت تدونها من رؤيتك، وحبيت تحط مصدر توثيق، ما في مشكلة. نجي على البعد، أهمية البحث. شو الأهمية؟ شو ممكن يقدم لنا هذا البحث؟ شو أهميته؟ أنت بوجهة نظرك شو أهميته بدون توثيق هاي؟ شو أهميته؟ أيضا 3 4 أسطر بزيادة. مثلا أهميته، قد يفيد البحث بوضع برنامج يخدم وزارة التربية والتعليم في الشمال السوري. قد يفيد البحث في إنشاء مراكز تأهيل وتدريب للعائلات. قد يفيد البحث، هذا أهميته. بعد ما تتكلم بكم سطر سرد، سرد تحط لك سؤال سؤالين، قد يفيد قد يفيد. أهداف البحث، أهداف البحث يكون على شكل تعدادات. يهدف البحث إلى إنشاء جيل كذا، يهدف البحث إلى إنشاء كذا. العرض بعد المقدمة هو عبارة عن لب الموضوع اللي تختار فيه من المصادر. صحيح، برافو عليك يا آلاء، صحيح 100%.
أهداف البحث، إنه شو هدفك من البحث؟ عبارة عن هدفين أو ثلاث. بعدين لا خديجة، أنا عم أذكر لك مقدمة، بعدين مشكلة البحث لحال، بعدين أهمية البحث لحال، بعدين أهداف البحث لحال، كلها عناوين هاي. لا، كل عناوين منعزلة. بعدين ننتقل على الدراسات السابقة. الدراسات السابقة أنت اختاريت عنوان ما، أنا راح أجيكم كيف تختار العنوان. عنوان ما، شوف أنت بيه ممكن يكون في شخص ما متكلم بناشر بحث أو بحث علمي أو مقالة أو مجلة، وحصل على نتائج انه كيفية استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التحصيل الرياضي لمادة الرياضيات، التحصيل العلمي لمادة الرياضيات مثلا. فأنا أتكلم، أيوة والله حصلت دراسة علي إبراهيم، كانت النتائج كذا 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 كذا، أكتب بس ملخص الدراسة، وكل بحث علمي موجود اسمه الملخص، موجود 3 4 أسطر. ما الدراسة ما عندك مشكلة، دراسة السابقة 1 2 ما في مشكلة بزيادة، أقول لكم من الشاكرين، ما عندك أي مشكلة. الدراسات السابقة يكون في بحث علمي منشور وملخصه، ملخصه ب4 أسطر في بداية الصفحة، في بداية البحث، في بداية البحث ملخصه، أنت تأخذ التلخيص بس. اثنين، آخر شيء بعدين تجي الإطار النظري بعد الدراسات السابقة، الإطار النظري. الإطار النظري يا شباب ويا صبايا يتكلم، أول شغلة تكتب الإطار النظري، تكتب مقدمة بعد كلمة الإطار النظري، مقدمة، المقدمة تتكلم أنت شو مختار عنوان، أنت شو مختار عنوان في مدخل التربية مثلا. أنا مختار التربية عند جون ديوي، بدي أتكلم مقدمة عن التربية عند جون ديوي مثلا. أسباب مقدمة، كتبت شي صفحة مع التوثيق، رديت كتبت سلبيات التربية عند جون ديوي، إيجابيات التربية، هذا عنوان فقرات، وأكتب تحتهن بالإضافة للتوثيق، خصائص التربية عند جون ديوي، مراحل التربية عند جون ديوي مثلا إلى آخره، أكتب 3 4 فقرات وأدون تحتهن المحتوى بالإضافة للتوثيق. بعدين بنكتب قائمة، بعد ما تخلص الإطار النظري تكتب قائمة المراجع والمصادر، عفوا مقترحات وتوصيات، مقترحات وتوصيات. بعد ما نكتب المقترحات والتوصيات، أنت شو بتقترح وشو بتوصي؟ أنت كباحث شو بتقترح وشو بتوصي؟ يعني أنت بعد ما تكلمت هذا الكلام وأمورك الطيبة وفهمت المحتوى، شو بتقترح علينا وشو بتوصي؟ تمام؟ نجي على الآن سرقية العناوين، أنت بتختاريها عندنا على المجموعة، من بكرة بتبلشوا لأنه عددكم كبير ولازم نخلص قبل المنتصف الأول، قبل منتصف الشهر الأول لازم إحنا إذا الله أنطانا عمر نخلص. فأنت بتحددي العنوان، تعرضيه على المجموعة، ونحن نتناقش أنا وأنت، نتناقش بالعنوان، يا أما نعدله، يا أما نقول تمام، يا أما نلغي، يا نقول مناسب غير مناسب إلى آخره. كم عندنا وقت؟ معنا وقت لكتابة حلقة البحث. إحنا لازم، شوف أنا حكيتها، لا والله هذا الاسم أنا ما عرفت أقرأه. كم عندنا حلقة بحث واحدة ولا حلقات؟ هذا يجيك سؤال، لا الحص كل مادة لها حلقة بحث واحدة.
كل مادة لها حلقة بحث واحدة. كل مادة لها حلقة بحث واحدة. اختيار العنوان لكل مادة حلقة واحدة. دكتور الدراسات السابقة تلخيص البحث يلي اخترناه. لا مثلا انت تكلمتي عن موضوع، او انت شو اسمك؟ ليس مثلا نحن اختارينا على سبيل المثال التربية عند جون ديوي، حلو؟ فممكن انت قبل ما تكتب او تكتبين او تكتب عنا البحث هذا مثلا من سنتين او ثلاثة فتحية بالنسبة لحلقة البحث بدها تكون كل مادة، كل مادة ما لها شغل. أنت عندك مدخل إلى التربية، بدك تقدم حلقة بحث. الفصل الثاني عندك مادة مثلا تحليل المضمون، بدك تقدم حلقة بحث. فكل مادة لها حلقة بحث، ما لها علاقة. مثلا التربية عند جون ديوي بالنسبة للدراسات السابقة اللي عم يسأل، مثلا التربية عند جين ديوي، مثلا علي العلي أو علي خليل متكلم عن التربية عند جين ديوي مثلا من 3 سنين، قبل 3 سنين 4، ناشر بحث بمجلة علم النفس الأمريكي، ناشر بحث والزلمة مستلخص نتيجة إنه أسباب أنه التربية عند جين ديوي مستلخصها مثلا بأربع أو خمس أسطر. فأنت تشيل هاي الدراسة وتحطها عندك، انه يا اخي التربيه عند جين ديوي اولي في واحد اسمه خليل الابراهيم معامل هاي الدراسه وحصل على النتيجه هاي، فانت تنزلها لي عندك على قسم الدراسات السابقه. هاي الدراسات السابقه. استاذ نحن اول مره راح نكتب حلقه بحث بهالشكل، من بعد اذنك اول شيء المقدمه، بعدين توثيق الاوامر مجموعه الاكونيه. شباب بس طول عمرك كمان انت بدي اشوف، بس حاسه حلقة البحث صعبة عليها 25 علامة، كل شيء بحقه. وش تقولون؟ كل شيء بحقه. تكرم عينك. هذا البحث طلبها كمان ساعة، بس خلينا نشوف بيه كتابة كثيرة. أول شيء مقدمة بعدين تثقيف الحروف الثلاث، كنية المؤلف واسم المؤلف عنوان الكتاب والدولة والنشر. إلا هيك نبلش. إيه هذا بالهوامش، أنا بعث لك التوثيق اللي بالهوامش من خلال الكتاب يا أبو جمال. كتابي اشتغل نفسه، ما عندك مشكلة بالنسبة لهذا. دكتور حلقة البحث ضمن الكتاب موجودة عندنا فقط ولا اسمه موجود؟ أنا أختار لكم والله دكتور المواد. دكتور في طلاب الدخول. يلا تكرر. تمام. نرجع شباب، هو راح يفصل حاليا، لسه في مقطع. ما في شيء يدخل. حزان قلت لكم الكتاب اللي راح احط لكم اياه بس تستفيدوا منه بكيفية التوثيق. كيفية التوثيق فقط لا غير. كيفية اختيار العنوان. اختيار العنوان كل شيء عنوان يندرج ضمن الكتاب المقرر الموجود أمامنا، أو أي عنوان بمؤلفات أخرى ضمن العنوان الرئيسي اللي هو مثلا إلى التربية مقبول. العنوان الرئيسي إلى التربية مقبول. أنا راح أتكلم عن عناوين مثلا، بس ما بيغشها، مو بعد ربع ساعة واحد يقول لي العنوان هذا أريده، مش ما في. راح نتكلم عن هذا عناوين. يعني مثلا واحد يقول لي أنا دكتور بدي أكتب على سبيل المثال استراتيجية التعليم ساري. هلا شوف، انت راح تكتب عن نشأة علم التربية وتطوره، بس ما تاخذ من المصدر هذا اللي معروف.
ما بتاخذ من المصدر المعروف. سهام تكتب عندنا الاستراتيجيات. شوفوا، انت ممكن تكتب اللي تربي مفهوم الوسط. هذول العناوين، صبايا شباب، العناوين نتكلم بهن على الجروب، كل واحد يحط العنوان الخاص بيه ونتكلم على الجروب كرمال ما يصير سرقات، يعني عشان ما واحد ياخذ العنوان الثاني. ندى، ندى برافو عليك، خلص ندى ما حدا راح يسرقه منك، انا حفظته. إيه ما عندك مشكلة، بسرعة. ما خلص حفظت المحادثات فاطمة، والله ما بلا سرقة ولا شيء. الزملاء شباب صبايا، العنوان تختاره حسب ما أنت فهمان من محتوى الكتاب، حسب ما أنك فهمان من محتوى الكتاب. يعني مثلا ساري إذا يقول نشأة التربية وتطورها، مفهوم التربية والتطور، هلا هنا في عنوان، عندنا عنوان لهي الفقرة، ولكن أنت ما راح تكتب من المقرر اللي أنا معطيك إياه، راح تدور على مراجع، راح تدور على مراجع. وعليكم السلام. هذا السؤال، مساكم. شوفوا شباب صبايا، بالنسبة لموضوع الفهرس، اللي أنا راح أتكلم عن موضوع الفهرس، الكل عم يسمعني الصوت واضح؟ الفهرس، شوفوا الكتاب اللي بعثت لكم اياه اني اسمه فهرس الكتاب. شوف فهرس الكتاب حسب الفقرات اللي انت مرتبهن داخل المحتوى، داخل الكتاب انت مرتبهن بداية الكتاب، موجود فهرس الكتاب مبين واضح. بالنسبة للمواضيع، في شباب وصبايا من خلال ما شفت انه بيسألوا انه موضوع كيف نختار العنوان. هلا كيف تختار العنوان؟ انا مترك اختيار العنوان اليك، لانه معقوله انا راح اختار الثمانين طالب عناوين، انا متركك هو اسمه بحث، كرمال تبحث، كرمال تبحث وتشتغل على حالك. ارجع واقول في عندي شغله، انا تكاليف تكلمت بها، التكاليف الماديه ما بدي اياها، بتكتب بخط ايدك، تكتب على الكمبيوتر اللي متوفر عندك، ما عندي مشكلة، انا يهمني المحتوى. العناوين، شوفوا انا اعطيكم هنا عناوين استطلعوا عليها، معلش خذوها، يعني سألي 10 اسئلة مو سؤال واحد. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب. هلا بالنسبة للملف اللي بعتنا يا آخر الشيء ايوه على المجموعة، هذا المقرر اللي تعطينا منه الدكتور عبير فلسفة التربية، شو اسم الدكتورة؟ عبير، عبير، عبير ايه عبير، عبير. ايه. هلا نحن فينا نختار، هلا بالنسبة للعناوين، انا يعني سؤالي بالنسبة للعناوين، ايه فينا نختار عناوين انه ايش هي علاقة التربية بالعلوم الأخرى؟ لا، ايش هي العلوم الأخرى؟ العلوم الأخرى مثل التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع، الفلسفة، علم النفس إلى آخره، تمام؟ فعنوان حلقة البحث نحن هون بنركز على هذا الشيء، مثل مثلا عندنا أصول التربية الدينية، أصول التربية بالإسلام، مثلا شلون كانت التربية والتدريس وتربية الأطفال والمراهقين، وإيشو بيعتمدوا المنهاج، السيرة أو القرآن وإلى آخره. مثلا كمان في عندنا التربية اليونانية مثل عند أفلاطون وأرسطو إلى آخره. يعني من هذا المقرر فينا نختار أي عنوان ونناقشك فيه نحن، وممكن إنه تقبله أو لا. يعني فينا نختار من هذه العناوين سحر، عنوان سكر الكاميرا واحد سحر، ونبحث عنه. سحر الكاميرا. موضوع التربية مثل ما تفضلتي، مين اللي كان يتكلم؟ إيمان، إيمان، نعم دكتور إيمان، إيمان، كلامك نعم 100%، 100%. يعني تمام احنا مثل ما تفضلتي، التربية عند أفلاطون، أنا ما حكيت التربية عند جون ديوي، كيف كانت التربية عند جون ديوي؟ تمام أنا أربط تربية جون ديوي بالواقع الحالي اللي عندنا. يا هل ترى هنا احنا تربيتنا اللي موجودة موافقة لجون ديوي؟ لا، معناته مشكلة.
معناته مشكلة. من خلال اطلاع الباحث تبين أنه التربية في الواقع الحالي لا تطابق التربية المثالية القديمة، ولا تطابق التربية الإسلامية، ولا تطابق التربية الطبيعية ولا البروغماتية و و و إلى آخره. فهي أنت تصيغي مشكلة البحث من عندك. فلاحظوا هنا مثل ما تفضلت إيمان، قول أنا بدي أقيس علاقة التربية بالعلوم الأخرى. برافو عليك، قيسيها بالعلوم الأخرى. وأنا موجود بكتاب هذا فلسفة التربية أو فلسفة التعليم المعاصر يلي عم تدرسوه، هذا أيضا يتكلم عن علاقة التربية بالعلوم الأخرى. ممكن أنت تكتب عنوان عنه، ما في أي مشكلة عن هذا الموضوع. بالنسبة للعنوان الثاني مثلا، ناخذ التربية في المجتمعات البدائية والقديمة، هذا عنوان، هذا عنوان اللي بده يسرق ويسرق على السريع. مثلا النظرية المثالية في التربية، أيضا هذا عنوان. النظرية الإسلامية في التربية، أيضا عنوان. النظرية الطبيعية في التربية، أيضا عنوان. النظرية البروغماتية في التربية، أيضا عنوان. هاي كلها عناوين، ولكن المحتوى يختلف. المحتوى عده يختلف. لاحظوا هاي، انا هاي كلياتها عناوين. علاقة التربية بالفلسفة، علاقة الفلسفة بالتربية، علاقة الفلسفة عفوا علاقة التربية بالعلوم الأخرى. فكلها هذه عناوين. وشوفوا أيضا الكتاب الثاني اللي بعثته، هذا تستفيد منه، انتبهوا كرمال ما تختلط عليكم الأمور. يعني مفهوم الحماية في التربية، عبد الوهاب، مفهوم الحماية، شو الحماية؟ أنا ما فهمت السؤال، يعني شنو اللي تقصد مفهوم الحماية؟ أي حماية؟ فأنت مثلا الكتاب لفلسفة التربية، فلسفة التعليم المعاصر، أنت ممكن هناك تأخذ عناوين تستفيد منها، عناوين تستفيد منها. هاي كلياتها عناوين. ثواني اشوف لكم عناوين ثانية. دكتور، ممكن سؤال؟ اسأل 10. ممكن يكون العنوان عن التربية مثلا في الدولة الفلانية؟ ضبط. التربية مثلا، أنت خذ التربية في اليابان، تماما، خذ مية أصول بالمية التربية في اليابان. على فكرة التربية في اليابان، احنا نحكي كمبادئ، ها نحن نحكي تسلمت كمبادئ، من أفضل المستويات التربية في العالم. رفيعة المستوى. أعوذ بالله. عندك خذ التربية في فنلندا، أيضا التربية في فنلندا تضاهي أعلى مستوى. خذ التربية في سنغافورة. فهذه أنت مانك مجبور بشيء. النظرية البروغماتية في التربية، كيف كانت النظرية البروغماتية؟ اليوم أنت كل هاي الأمور، انتبه، كل هاي الأمور وكل هاي العناوين، التربية نبيلة، التربية المعاصرة، فلسفة الأنشطة الطلابية ودورها في التربية. ألا برافو عليك. في عندك مراجع عن هذا الموضوع؟ طيب دكتور، تحديد الأهداف وتنظيم الحياة. برافو عليك علي. ما توقع تأثير الحروب على التعليم؟ يصير هيك حلقة رغية. شوف نحن ما عادي، بس كيف بدك تقيس التأثير؟ العناوين شباب صبايا، العناوين خلونا نناقشن على جروب كرمال الكل يستفيد. العناوين خلونا نناقشن على جروب. النظرية الإسلامية في التربية، برافو عليك يا رنا. التربية وتأثيرها في الفرد والمجتمع، برافو. بس خلونا نناقش تطوير التربية ما بين الماضي والحاضر. عبد الوهاب، مريم، مريم برافو عليك. دكتور، ممكن سؤال؟ إيه اسأل، تكرم ملاك. دكتور، حكيت انه بالفهرس مثلا مثل المقدمة نكتب 3 اسطور، اهمية البحث 3 اسطور، هيك كيف المقرر بده يطلع وانا 20 صفحة؟ الفهرس ولا المقدمة؟ أنا ما قلت لك الفهرس، عيد لي كلامك. والله انه الفهرس، بنحط فهرسة البحث في وسط الصفحة، على اليمين المقدمة، مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، دراسات سابقة.
هذا الفهرس، مقترحات. إيه هذا الفهرس يا مو، هذا الفهرس، هذا بيان قبل ما تفتح الحلقة إنك تعرف إنه شو في بداخل هالحلقة هذه، أحسن ما تقلب 10 صفحات 15 صفحة تشوف شو فيه. هذا الفهرس بيان لما هو في داخل الحلقة. بعدين أنت الكتاب مفتوح عندك، فيك تفتح الكتاب الثاني، أول نفس الشيء. زملاء العناوين، ملاك كانوا طلع. زملاء العناوين ناقشن على جروب، بس انتبهوا في شغلة كرمال ما يصير التباس. هلا انتم بركة في هذه المجموعة، يمكن في 60 70 طالب، يلي هو 80 طالب، فممكن في شخص يكتب فتروح محادثته، يعني تصير قديمة شوية. في الرجاء التذكير انه بس يأشر لي بنقطة انه انا هنا بعثت لك، بس أقول لك توكل على الله، خلاص اشتغل عليه. تمام؟ لا مو على الخاص، من اللي عم يحكي لي على الخاص؟ سيام، أنا مشان الاستفادة سيام، يعني أنا كرمال إنه أنا أنتم تستفيدوا من بعض، يعني أنا وقت أعطي ملاحظة على عنوان ما ممكن الطالب الثاني يستفيد، أحسن ما أرجع أشرح نفس الملاحظة يكون هو استفاد من العنوان، من الملاحظة السابقة. فهمتوا علي؟ كرمال يكون استفاد من الملاحظة السابقة، وعلى هالشكل هذا. مجدولي، فهمتوا علي؟ هذا المقصود، يعني إنه كل واحد ناقش العنوان، أعطيت ملاحظة حول عنوان مثلا فلان، الفلان يستفيد من الثاني كرمال ما أرجع أشرحه. وفي شغلة ثانية، يعني إذا كل 40 80 طالب، إذا بدهم يرسلوا لي على الخاص بده يكون عندي 80 محادثة، 80 محادثة يعني صعب علي أرد عليكم، بس أما أرد على المجموعة على الماشي أفضل. هاي نقطة. النقطة الثانية، في عندنا كثير عناوين ممكن أنت تتكلم فيها، كثير عناوين أنت ممكن تتكلم فيها، يعني شغلتها بسيطة. اللي حاب يسأل أيضا ما في عنده التباس يبعث لي، سمعني. فينا نحكي عن التربية في الكل، فيك تحكي، ليش ما فيك تحكي؟ صحراء فيك تحكي، ما راح الصوت، الصوت موجود الحمد لله. دكتور ممكن سؤال، والله ما أعرف شو اسمه، جو شو الاسم؟ اتفضل اسأل، بس ما أعرف البنت شبه، يلا تفضل. والله ما أعرف شو الاسم. نيرمين حسن خالد أبو جمال اسمك، نيرمين حسن. شو الأفكار اللي بدنا يصير إذا أكثر من طالب يختاروا نفس الموضوع؟ هلا شوف، إيه ما عندك مشكلة، نفس الطلاب يختاروا نفس الموضوع، ولكن المحتوى مختلف، المحتوى مختلف. دكتور إذا سألت عن حماية الطفل في التربية بعد ما دخلوا على المدرسة، يعني سلبية وإيجابية التربية، ممكن تتكلم عبد الوهاب، ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة. وفي طالب إذا تكلم يقول لك إذا العناوين عنوان واحد نفسه، ما عندك مشكلة، ولكن المحتوى مختلف. مثلا التربية المثالية أو التربية عند أفلاطون، ففي 5 6 أخذوا التربية عند أفلاطون، بس أنا المحتوى بدي إياه مختلف، ما عندك أي مشكلة. مثلا النظرية البرغماتية في التربية أيضا إجا 3 4 أخذوا، ولكن المحتوى مختلف. فهمتوا علي؟ فكل هاي المواضيع تندرج تحت النطاق، المهم العمل.
النظرية المثالية في التربية، هاي كل المواضيع شباب صبايا، كل المواضيع نناقشها على المجموعة، بس مو الزخون نزخ مثل المطر. دكتور، في سؤال بالنسبة لعناوين الفرص نضيفهم لحلقة البحث ونحكي عنهم، ما هي؟ بالضبط، هل عندك مو ملاذ تحكي ملاذ عندك فيك تفتح الكتاب اللي بعثت لك اياه بالاخير تون بس اشرح لك. تمام. شوف انا راح افتح الكتاب معك ايضا كرمال نكون على بينة اكثر. دقيقة. النظرية الإسلامية وفاضت القلوب بما، برافو عليك، ثواني أناقش فيها. شوف يا ملاذ الكتاب افتحه، انزل أول صفحة ثاني صفحة ثالث، مكتوب لك فهرس الكتاب، تمام؟ مكتوب لك لا لك يكون مفتوح، لا يكون مفتوح الميكروفون. دكتور، الكتاب اللي فتحته فلسفة التعليم. ما يضر، في انزل في موجود فهرس الكتاب، شفته؟ شفته دكتور؟ تمام، في عندك، شايف انا كاتب لك مقدمة، راح كاتب لك من الفلسفة إلى التعليم، ما هو التعليم؟ مساهمات الفلسفة في التعليم، حول ما هي فلسفة التعليم، تعريف الفلسفة ومجالها، علاقة الفلسفة بالعلوم، فلسفة التعليم وعلاقة الفلسفة بالتعليم. فلاحظ أنا هذا أنا كاتبا صح، هذا الفهرس، هذه كل خطوة أنا شارحها جوا، مثلا المقدمة كاتب أنا صفحة صفحتين، بعدها الفقرة مباشرة يجي من الفلسفة إلى التعليم. شوف لاحظ، مقدمة من الفلسفة إلى التعليم، نرجع بدي أدخل على المحتوى أنا. أول شغلة مقدمة، بعد المقدمة كاتب لك من الفلسفة إلى التعليم، ما هو التعليم؟ فأنت تمام. الفارس هو، خلينا نقول إذا بدك تدخل على البيت موجود لك، البيت 4 غرف، أول غرفة على اليمين غرفة الضيوف، الغرفة اللي على اليسار غرفة اللي من أجل النساء، بعدها الغرفة مثلا للأطفال، الثالثة المطبخ، الرابعة كذا، الخامسة كذا، فعندك الدليل قبل ما تدخل على البيت. تمام دكتور، والله تمام. لا لا ما يصير، الإعاقة وكيفية دمجها بالمجتمع. ما الإعاقة، ما هي تربية خاصة. في عندك التربية، اختار التربية البراغماتية، اختار التربية عند الفلاسفة، اختاري عند أفلاطون، اختاري عند جون ديوي، اختاري عند التربية في لا في التربية، للتربية عند في اختار، في حد اختارها التربية الإسلامية، في عندك التربية عند الأشعرية، التربية عند المعتزلة، التربية يعني. تمام شباب صبايا، في حد عنده سؤال ثاني؟ أهمية التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، التربية خاصة يا شباب، منو بالمواضيع المتعلقة بالتربية معانا؟ النص الأول، النص الأول، النص الأول لازم نكون خالصين، وأنت مع ذلك كبير لازم والله أخذ تربية عند ابن خلدون سحر، برافو عليك، أبشري سياب أسألي، يعني شهر ونص لازم نكون خالصين. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا سياب. هلا مثلا يعني هو غريب السؤال بس حابة أسأله مشان أستفسر أكثر. أسألي. عندنا مثلا كذا مادي بس كلها بهذا الفصل نفس المواضيع تبعوتها، فينا مثلا نكتب حلقة البحث لكذا دكتور ولا لا؟ ما العلاقة، أنا كتاب تكتبي لي عنوان، أنت مثلا بدك اختارتي عنوان ما صح؟ ماذا اختارت؟ تمام اختارت التربية عند مثلا مسلمين. خلينا نقول عند البرغماتية، البرغماتية هم عند الألمان، تمام؟ تمام ورحتي على مادة فلسفة التربية عند الآن سعابير
والله وكتبتي نفس العنوان. ما إن شاء الله تكتبين العشرة، ما حد له شغل. اي تمام، اكيد، يعطيك العافية. الله يعافيك، أبشري. هلا اللي يجهز يناقش، أكيد اللي يجهز يناقش. وعلى متى 25؟ على متى 25؟ يهمنا المحتوى. دكتور، بالنسبة للي بيخلص الواجب وين بيبعته؟ هلا الخلص الواجب تبعثي لي أنا خالص، بتبعثي لي يا بي دي اف، تمام؟ تبعثي لي يا بي دي اف مشان وقت المناقشة أعرض على سطح المكتب. على الخاص ببعته ولا على المجموعة العامة؟ نفس الشيء، ما وقت يخلص ما عندك مشكلة، وين ما حد، تمام. بس يفضل على المجموعة كرمال الطلاب يشوفوا، يعني يشوفوا يتفرجوا يتصفحوا كيف زميلتنا كتبت، إلى ممكن الناس تستفيد منك. في خاتمة تمام. بعد المقترحات والتوصيات يا إسماعيل، في خاتمة سطرين ثلاثة تكتبن، ما عندك مشكلة. واللي في شيء عنده غامض كذا ما وصلت الفكرة يبعث لي أنا برد عليه. تمام شباب صبايا، التربية الاجتماعية في المدرسة ممكن هيك شيء؟ هلا عادي، هلا بيصير بيصير بيصير. يلا شباب صبايا، نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. مصطفى، مصطفى احنا نريد نروح. والله يا مصطفى تعال تتصل، قلت عندك اكيد ضعيف وتعبان، ما عندك مشكلة مصطفى، بدك تسألني بعدين. الله يعافيكم، مشكور للجميع ان شاء الله. اهلا وسهلا، على بركة الله. طيب دكتور، خلاص عفوا، لا يعني اسأل اسأل، تفضل. تمام. هلا مثلا التوثيق بالمتن، راح نحط الكاتب مع الكني مع رقم الصفحة. أنا ما في التوثيق على الهوامش، ما في بالمتن، أيوة، بين الفقرات، بين الفقرات طيب ما يصير في، كمان نهاية الصفحة نهاية الصفحة. تمام نفس الكتاب الأول اللي بعثت لك إياه، التخطيط والتقويم في التالي. تمام دكتور، سؤال. اتفضل يا مصطفى. اخترنا عنوان بحث مثلا فلسفة التربية الطبيعية. شو فلسفة التربية الطبيعية. ايه اختارها، ما عندك مشكلة، تمام، مشكور تفضل. دكتور. هلا حبيبي، هلا مصطفى.